أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء الجمعة 16 أبريل 2021. الانفصال عن شخص معين اليوم قد يكون لعدة أسباب، وأهمهما اختلاف وجهات النظر بينكما، أو بمعنى آخر عدم التوافق الفكري. ربما يدعوك شخص ما لحفلة صغيرة هذا المساء، ولكنك ترفض هذه الدعوة دون تفكير. الاختلاط مع أشخاص آخرين قد يكون السبيل الوحيد لنسيان أي مشكلة. عاطفياً عليك الموازنة بين الرومانسية والحياة الواقعية كي لا تصطدم كثيراً بالواقع، وإظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات وخاصة العائلية. وتقبل أخطائك الحبيب، فأنت لست كامل الصفات، ويجب أن يكون هناك مرونة حتى تسير الحياة. مهنياً عليك أن تدير وقتك بشكل جيد لتوازن بين مسؤولياتك الشخصية والمهنية، فلديك الطاقة اللازمة لوضع الخطط المستقبلية. صحياً نوع المكونات الموجودة في الوجبات الأساسية وعلى نحو خاص وجبة الإفطار، يجب أن تحافظ على التنوع طوال الوقت أن يشمل الإفطار. توقعات برج الجوزاء للرجل الجمعة 16 أبريل: أنت بحاجة إلى أن تشعر أن الكسب الحقيقي هو الفوز بنصف المعركة بدلا من خسارتها. أنت تشعر بالثقة بالنفس رغم ما تمر به من مضايقات تجعلك ترى أنك في مستوى منخفض. عليك أن تجتهد كثيرا وتعرف كيف تدير معاركك. تخلص من عدوانيتك وحاول أن تستمع أكثر بحالة السلام النفسي، ولا تدع أفعال الآخرين وتصرفاتهم غير المسؤولة تدفعك نحو الإنجراف. توقعات برج الجوزاء للمرأة الجمعة 16 أبريل: افعلي شيئا جديدا الليلة، شيئا ممتعا يحسن مزاجك. تذكري تعذبتي مرحلة الطفولة التي كنت تخفين فيها أمور فعلتيها سرا ثم أنكرتها. أنت اليوم كبيرة وناضجة، عليك أن تتحملي قراراتك وتواجهي مشاكلك. صحيا اعتمدي على قوتك وطاقتك الكبيرة لتبعدي عن أي شيء يمكن أن يسبب لك حالة نفسية سيئة أو أي شيء مضر لصحتك، وعليك أيضا الاهتمام بنظافتك بشكل كبير.